قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. ردت وزارة الخارجية ببيان ناري على التدخل الأوروبي في الشأن الجزائري، وجاء في نص البيان: بإعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقد الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية. وقد ذهب هؤلاء النواب إلى حد منح أنفسهم دون عفة ولا حياء الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة. أبان البرلمان الأوروبي بهذا التصرف ازدراءه ليس المؤسسة الجزائرية فحسب، بل لآليات تشاور ثنائي التي نص عليها اتفاق شراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني. أكثر من ذلك، فإن البرلمان الأوروبي أكد باستجابته هاته لإعاز هؤلاء البرلمانيين المحررين أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجنة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة. وليس أدل على ذلك ما قام به أحد البرلمانيين الأوروبيين من إشادة بالاستعمار الذي سمح حسبه بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر. تدين الجزائر وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل الصافر في شؤونها الداخلية، وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار أو الحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل. كان هذا هو التقرير الناري الذي ردت به وزارة الخارجية على التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.